كابتن هام، عايز ارجعك بقى لورا شويه، نسترجع معاك الذكريات ولحظه بقى. انت من ناشئين الاهلي ولا رحت الاهلي ازاي؟ يعني احكي انا رحت لنا بقى. بالاختبارات عادي جدا وانا عندي 10 سنين تقريبا، 11 سنه. كان في اولاد عندي من المنطقه اللي انا ساكن فيها قال لك ده في اختبارات في النادي الاهلي. انا ما كنتش اعرف، رحت انا معاهم حوالي بتاع 6 7، انا الوحيد اللي قبلت، هم ما فيش حد فيهم قبل يعني. ف اتقابلت، كان الكابتن مصطفى حسين هو ابو الاشبال، والكابتن ناجي خليل، انا فاكر هم اللي اختاروني، ولعبت معاهم سنه مدرسه الكوره. بعد كده لعبت، تدرجت في مرحله الناشئين 13 14، مسكني الكابتن زيزو اول ما بطل، مسكني تحت 14 سنه. بعد كده 15 سنه لعبت سنتين، من اول 15 لغايه ال 19 كابتن عادل طعيمه، وانا طبعا بكن له كل التقدير والاحترام، الشخصيات المحترمه طبعًا. حقيقه يعني، وعلى فكره هو مش مدرب بس، كمان اب طبعًا. هايل يعني. طبعا ربنا يديله الصحه، لانه هو فعلا علمنا حاجات كتير جدا. واخر سنه اللي هي ال 21 سنه كان كابتن مختار. في خلال المرحله دي لعبت منتخب الناشئين ومنتخب شباب ومنتخب عسكري، وتحت 18 سنه بالظبط في السن اللي هو بتاع الاولاد بتاع المنتخب الشباب ده، صعدني الكابتن جوهري والكابتن حازم كرم للدرجه الاولى. كان كابتن الله يرحمهم، الله يرحمهم الاثنين يعني. لعبت معاهم، صعدت معاهم، كان الكابتن ثابت الله يرحمه برده، والكابتن اكرامي، والكابتن شوبير، وتأيدت معاهم درجه افريقيا طبعا. بقيت اتمرن فوق وانزل العب في مرحله الناشئين. شاركت او كنت موجود مع الفريق الاول في بطولات افريقيا كتير. حضرت انت بطوله 87 صح؟ 87 بالظبط كده، بتاع الكابتن خطيب، الماتش النهائي في استاد القاهره 2-0، الكابتن خطيب الجون العالمي ده طبعا، اللي كنا لابسين فيه اخضر. انا كنت احتياطي، وكان طبعا 120 الف متفرج في الاستاد، يعني حاجه كانت رائعه جدا، وكسبنا 2-0. فكان ليا الشرف، انا واخد تقريبا بطولتين افريقيا، ابطال الدوري، وثلاثه كاس، ابطال الكاس اللي هي الكونفدراليه دلوقتي، وفي طبعا دوري وكاس وافرو اسيويه، يعني انا واخد حوالي 13 بطوله مع النادي الاهلي ان شاء الله. لا وغير كده كابتن اسامه، انا لعبت مع جيل بصراحه لن يتكرر في النادي الاهلي. قول لنا مين الاسماء يعني، لما تبقى مع ثابت وكابتن اكرام، كابتن ثابت وكابتن اكرام وشبير، طبعا كابتن خطيب، يعني لما بتنزل مع كابتن خطيب لا دي حاجه تانية خالص، متعه تانية يعني، متعه مش انك انت بتلعب مع كابتن خطيب ومزامله في الملعب، لا غير انك انت مزامله تعلم منه. لا بص يا كابتن اسامه معلش، يعني اللي ما لعبش مع الناس دي بصراحه، انا مع احترامي للاجيال اللي بعد كده، الاجيال برده محترمه جدا واجيال كويسه، بس انا بتكلم في الاجيال دي لان ساعتها ما كانش في فلوس. الناس دي كانت بتلعب لحب الكوره، حب الكوره يعني. كان مع كابتن خطيب لما تنزل معاه في الملعب يعني، لا شيء تاني خالص، خرافه يعني. والله يا كابتن اسامه كنت بروح البيت انا ما كنتش مصدق ان انا مع الناس دي بصراحه يعني، اقسم لك بالله يعني. كنت عندي 18 سنه، وكان على ميهوب وربيع ياسين ومحمود صالح، احمد صدقي، حسام ابراهيم، يعني لا ناس كتير جدا يعني، كابتن محمد عامر طبعا، في اسماء الآخر. اسماء كبيره، حاجه لا حاجه رائعه جدا، رائعه. اسامة عرابي يعني، ايمن شوقي، لا اسامي كبيره، وطبعا على راسهم طبعا الناس اللي انا قلتها في الاول ديت، لان ده في الكوره كانت حاجه، كانت حاجه رائعه. شاف الشياكه كان ستايل كويس يعني. الشياكه طبعا، ولبس زمان ده. لا انا كنت يعني في اللبس كنت بلبس كويس يعني، احسن من الكوره يعني. فالحمد لله. لا كانت حاجه، ده كان في تقريبا ماتش الاسماعيلي تقريبا في استاد القاهره يعني. فلا حاجه يعني بصراحه، انا زملت ناس لغايه النهارده، انا بفخر ان انا مع الناس دي بصراحه.